السلام عليكم اخوان ديالنا وحبابنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد وسلعه جديده، تبرعوا معنا في هذا الفيديو. هذا جبنا لكم سريولات سيرفيت، جبنا لكم كاسكيطات، وجبنا لكم حتى السريولات ديال لاطوال. كلشي تبرع معنا باثمنه جد مناسبه. اول حاجه غادي نبداو بها، وقبل ما نبداو هذا الفيديو ديالنا، كنوجه التحيه ديال الناس اللي مهتمين بنا وكيتبعونا. تحياتي لكم من هذا المنبر الاخوان، والله يجازيكم بخير. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، ونتلاقاو من بعد الانترو ان شاء الله. او ماي جاد، اخوان السلام عليكم. الجديد اللي كنقول لكم الجديد، يعني راه جبت لكم الجديد. السريولات الاخوان، الكاليتي والمليح وشي حاجه طوب الاخوان. شوفوا لي السلعه كي دايره، شوفوا لي الخدمه كي دايره. توب الاخوان، من بعد غندير لكم واحد الحلقه باش تولي تعرفوا التواب ديال السراوي، خصوصا ديال المونطوني. دابا هاد المره هادي جبت لكم سروال دوبل فاس، يعني كاين واحد النوع ديال التوب سميتو دوبل فاس، كيكون بحال هنا بحال الداخل. هاد التوب هذا زيد عليه دياغونال، هادو هما التويبات المليح ديال المونطون. وكاين واحد التوب اخر انا غادي نوري لكم دابا باش ما تصيدوا ما والو. كاين هاد التوب هذا حتى هو ان شاء الله غادي نهضروا عليه. هذا فيه جوج الانواع، فيه اللي تيحبب وفيه اللي ما كيحببش. اللي كتلقاو مصوف من الداخل ردوا معاه البال، كاين اللي كتصبنوا من برا كيحبب، وكاين اللي ما كيحببش. من بعد غادي نجيب لكم التوب اللي كيحبب، وغادي نهضروا واحد الدراسه وغتفهموا مزيان الفرق ما بين هاد التوب وهاد التوب. دابا غادي نهضروا على السلعه اللي جبت لكم اليوم، هو دوبل فاس مونطوني دوبل فاس. شوفوا لي طريزه كي دايره لي بوش الاخوان، راه بالسناسل كما كتشوفوا لي بوش لي ملاح. الجهه الاخرى حتى هي بالسنسله، والجيب اللور حتى هو راه جاكم بالسنسله كما كتشوفوا، يعني كلشي يتبرع. الباندا الاخوان اللي جاتكم بها، دابا كنديروا دراسه. الخياطه الاخوان، شوفوا لي الخياطه كي دايره، شوفوا لي الداخل ديالو، الخدمه ديال الداخل كي دايره. الجيب الوراني قداش راه كبير ووافي. الفصاله ديالو كتجي نورمال، من الفوق كتجي عاديه، من التحت كتجي باندا كما كتشوفوا. والباندا بالزوينه توب منه، ماشي التوب مختلف على التوب منه اللي ما كتيره ما والو. هذا هو الفرق ما بين الباندا، ولا كانت الباندا التوب ديالو. بالنسبه لي طاي ديال هاد الموديلات هادو كيبداو من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. غير هي الدوبل اكس ال ماشي الناس اللي كيلبسوا 46 48، تقريبا الدوبل اكس ال ديالها مور 44. 46 الا كنتي شويه راه مزيانه لك، باش ما تجيكش مزيره وصافي. اللوينات اللي جاكم بها، قلنا اول لون الفيغمينيتير اللي كتشوفوا، ثاني لون هو هاد الكري. الكري راه جاونا فيه شي جوج الالوان، الكري هذا والكري السوري كما كتشوفوا. تنحلو لكم باش تشوفوا مزيان. في الامبالاج ما كيبانش، هانتوما الاخوان، الكري نورمال والكري مغلوق كما كتشوفوا. وعندنا البيج ديالو، هذا البيج، هذا السيال، وعندنا البلو كانار، وعندنا الابيض او البلون كاسي، ماشي ابيض ابيض حليب ولكن بلون كاسي. يعني ست الالوان اللهم بارك، من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. دابا غادي نمشيو نشوفوا لي كاسكيط. لي كاسكيط الاخوان اللي جاونا ثلاثه الالوان، هادو الاخوان كندوي على الاوريجينال
ماشي الكوبي، هذه ايداس صمتة كما كتشوفوا. المهم الثمن راه جد مناسب، ثمن الاخوان راه كتبقى لكم فقط 150 درهم. المجازة راه كتاخذوها 100 تقريبا 199 او 189، المهم ما عقلتش مزيان. الالوان اللي جاتكم بها عندنا البيض وعندنا النوار ديالها كما كتشوفوا، النوار ديالها صالة ستوندار، يعني الا بغيتي تزيد فيها كتزيد فيها من الصمتة. وعندنا البلو مارين ديالها كما كتشوفوا تبارك الله اللهم بارك، راه سليعة نقية. واخر حاجة غادي نمشيو ندوزو هاديكم اللون اللي معمرني من الشو، ولكن الشو هاد المرة في ماركة اللي هي مليحة، ماركة نادية عشاق ديال لاطوال، ولكن جينا فيه لون واحد وهو البلاك الكحل. الكحل راه مكنتش كنجيبو، راكم عارفين الكحل راه المشكل ديالو كيبهات، ولكن هاد لاطوال هذا كنتمنى لهليحة الشمنة هاد لاطوال راه كاليتي مزيانة وسلعه راه ديال برا ماشي ديال لوكال وخدمه نقيه. بزاف منكم وصلونا على النوار نوار نوار، لقينا لكم في الكاليتي اللي خديتوهم من عندنا غير للتذكير وصافي. الفصاله الاخوان والخدمه ديالو. المهم راه ملي كنقرب الكاميرا مع الضوء راه ما كيبانش لكم نوار، انا غنهضر معكم على الخياطه. شوفوا الخياطه ديالو كي دايره، الفصاله ديالو، السلسله ما خاصنيش نساها لكم ايكريك كاكا اوريجينال، البتي بوش ها هو تي بوش كيما كتشوفوا. وبالنسبه لي بوش اللور اللهم بارك لي بوش لي نادين امريك ديال الفصاله الاخوان، راه دروه ماشي سليم، فصاله دروه كيما كتشوفوا ورقيه وشي حاجه اللهم بارك. المهم لي طاي اللي في هذا السروال هذا فيه 31 32 33 34 و 36 يعني حتى ل 46 ما فيش 48 حدو 46 صافي. والبلاك اللي كنتو مصين عليه، وهذه السلعه ديالكم الاخوان ومرحبا بكم. السروالات السيرفير ما تزقلهمش، الثمن ديالهم الاخوان راني نسيت ما قلتش لكم الثمن، راه كيبقى لكم فقط 130 درهم دوبل فاس توب دوبل فاس اللي ما كيحبب ما والو. بالنسبه لهذا السروال هذا اللي هو كاليتي ومن الداكروش على التوب راكم عارفين خديته من عندنا، هذا كيبقى لكم 150 درهم الثمن ديالو. وبالنسبه لكاسكيط الاخوان راه فقط 150 درهم، وهذه هي السلعه ديال اليوم ومرحبا بكم. انتظرونا في الجديد وديما الجديد ان شاء الله، فين ما تكون شي حاجه مليحه راه انتم الاولين غادي تشوفوها. غنكونوا هنا الاخوان وصلنا نهايه ديال هذا الفيديو هذا، كان معكم عبد الواحد من قناة جاري برو، آخر كلام وأجمل ختام، والصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم.